مرحبا برج الجدي، أهلا فيكم في قراءة. هاي القراءة تصلح للطالع والشمسي وأيضا القمري. برج الجدي، أنت هني أحس أن حاط أمامك كذا احتمال من الناحية العملية. أوكي، ترغب بأن تمضي قدما أو ترغب أن أنت تفتح لنفسك مجال أو رزق إضافي، مجال جديد. على وشك أن تدخل على قولتهم Uncharted Territory، منطقة غير مألوفة لك، منطقة يمكن أبعد من مكان الراحة عندك أو ما تعودت عليه من ناحية العملية، من ناحية التجارة الوظيفة. لما أشوف 7 أكواب معناته أول، لأن شوف بتأتي في طريقك الكثير من العروض أو الفرص أو الإغراءات، فكأنما راح تفكر أنك تستطيع أن تمسك بها أو تأخذها كلها في نفس الوقت. ولكن تعرفون كرت 7 الأكواب دائما يرمز إلى أن مو كل كوب فيه ذهب أو فيه ورد، بعض الأكواب فيها أفاعي، بعض الأكواب فيها أذية، بعض الأكواب. فهني كأنما شوفوا في الشيء اللي أنتم مقبلين عليه وتتمنون وقاعدين تشتغلون عليه في الناحية المالية عشان تطورون من أنفسكم راح يكون متوفر، ولكن على قولتهم معاه كذا احتمال ثاني، مو لوحده الخيار، وجزء أيضا من النص مفقود. يعني مثلا راح يقولون لكم راح نسمح لكم ان انتم نعطيكم رخصة ان انتم مثلا تستوردون في كذا كذا، راح في النهاية تحصل على الرخصة مو ما تحصل عليها، ولكن ما راح يكون عندك كل المعلومات اللي تحتاجها. مثلا عقب ما تمشي مشوار في طريق انك مثلا تحصل على رخصة استيراد او رخصة شيء معين، بعدين تكتشف برج الجدي ان مثلا مطلوب عليك اشتراطات معينة، مطلوب عليك مبلغ معين يكون في البنك. فكأنما هني لما نبتدي الطاقة العملية بكارت 7 الأكواب يقول لك اضرب بريك كأن جدا كثيرا، انزين، لأن في شيء هني على قولتهم. تعرف اللي خلينا نعتبر نفسنا كلنا في مطار وكل المسافرين قانونيين، لديهم تذاكر، لديهم جوازات، لديهم تصريح سفر. فكأنما هني تحت الكوب الصغير في شيء خطأ، في شيء غير قانوني، في شيء انت ما تعرف عنه، يريدون ان يدخلونه مع الشيء اللي انت ناوي عليه. اوكي، مثلا لو كانت وظيفة وانت هني تسعى على ترقية راح يقولون لك يعطونك فقط معلومات المرتب، المزايا هني في الاكواب، المرتب، المزايا، مثلا المسؤوليات، ولكن ما راح يخبرونك حقيقة الوضع كامل. هني محتاج ان تكشف عن شيء، لأن مثلا في شيء انت راح تستاء منه عقب فترة وما يعجبك الموضوع، شيء يخص مثلا ان تطلع ساعات العمل طويلة، تطلع الاجراءات معقدة، يطلع وقت الانتظار اكثر مما اخبروك عنه. فهني محتاج قبل ما تختار واحد من هالاكواب وقبل ما تمشي مشوار في الشيء اللي انت ناوي عليه خلال هالشهر، اوكي، راح يكون الشيء اللي تتمناه احد هاي الاكواب السبعة. نعم راح يتحقق، نعم، ولكن احرص ان انت ما تختار الكوب الخاطئ. هذا هو التحذير اللي امامك. محتاج هني في هذا الكوب الصغير ان تعرفون ساعات، خصوصا اللي يتابعوني من فترة طويلة، دائما اقول للمتابعين استعينوا على اموركم بالكتمان، الا انتو برج الجدي في هذا الموضوع بالذات محتاجين ان تعرفون اللي مو تتكلمون لجميع الناس او للناس عامة عن هذا الشيء اللي في بالكم، وإنما أصحاب الخبرة اللي يستطيعون أن يعطونكم مشورة، نصيحة مفيدة. مثلا إذا أنت ترغب في استخراج رخصة معينة تروح حق شخص طبيعة عمله مقاربة أو عنده بالضبط نفس المشروع اللي أنت تفكر فيه وتأخذ وتعطي معاه بالكلام. هذا الكارت يقول لك خذ وعط مع الناس بالكلام عشان من كلامك معهم. مثلا إذا كنت راح تروح على شركة تقدم فيها، خذ وعط مع الناس، حتى كلام ما له داعي، مجرد تجاذب أطراف الحديث راح تكشف لك عن أمور مخفية. ولما أقول لكم مخفية، إحنا عندنا كرت 7 السيوف، كلكم تعرفون هذا كرت الخداع، الغموض، إن في شيء مخبأ عن عينك، في شيء، هذا كرت الحرامي في منتصف الليل، في جزء من النص مفقود حقيقة قاعدين يخبونها عليك. ولكن أيضا في أشخاص راح يكونون معاك صادقين ويخبرونك بحقيقة الوضع، موظفين الشركة نفسهم، أوكي، مدراء مثلا سبق لهم إن حصلوا على المنصب اللي انت فيه، راح يخبرونك، انت راح تستانس، راح تتحقق عندك امنية هني في الحياة العملية. ولكن
ما نريد ان برج الجدي ينصدم ان في شيء ما توقعه، ما اخذه بعين الاعتبار. مثلا راح تكتشف بعدين ان المدير العام جدا سيء، جدا متطلب، عرفت ان الشيء جدا مكلف اكثر من ما انت توقعت او حطيت له ميزانية. ولما نقول ميزانية نشوف كرت الستة. الستة دائما يتكلم عن عندنا توازن مخلوق، عندك توازن، عندك انت حاليا خطتك ماشية على سير على ما يرام، ولكن لان عندنا ايضا السبعة ففي شيء انت ما تعرف عنه راح يتحدى الخطة اللي انت حطيتها. مثلا مخطط ان انت تدرس وتتخرج في كذا كذا سنة وبعدين على طول تبحث عن عمل، ففي شيء هني يمكن ما عرفت عنه او ما اخذته بعين الاعتبار راح يؤخر عندك، راح يؤخر عندك ويكون سبب في تعسير. فهني مطلوب مني خلال هاي الشهر ان انت ان اختار الكوب بعناية. شوف عندنا 7 اكواب، لاحظوا جدا الكارتات افهموها معاي عشان حتى بعدين تعرفون تفسرونها لحالتكم الخاصة. عندنا 7 اكواب، احد هاي الاكواب، 2 3 منهم فيه تحقيق الامنية لك. هذا شيء جيد، هذا الشيء اللي تتمناه، هذا الطريق السهل، طريق قاعد اشوف هني تنقل وترحال، ذهاب واياب من اجل الامنية اللي انت قاعد، الشيء اللي بتحققه قريبا باذن الله. ولكن قبل ان تختار الكوب عاينة، هذا كارت المعاينة، لان هذا الكوب الصغير معناته قبل، مثلا تعرفون اوقات قبل ما نختار حلاوة او نشتري حلاوة حلويات، نتذوق بقلاوة واحدة، نتذوق نوع ثاني، ونتذوق نوع ثالث عشان نحدد من افضل وشنو احسن. مثلا انا جدا اشوف هاي السيناريوهات كثيرة في حياة اشخاص اعرفهم. اشخاص مثلا عندهم وظيفة مرتبها كذا كذا، يعرضون عليهم شركة ثانية تقريبا وظيفة أيضا مقاربة مرتبها أعلى. لو كان الشخص متسرع، لو ما شاف هاي الطاقة اللي حذرتكم منها وعلى طول أخذ العرض الأفضل اللي راتبه أعلى، بنشوف إن عقب راح ينفضح له، راح ينكشف له لما أوريدي خلاص وقع الفأس في الرأس، إن ترى هذيك الشركة الوظيفة فيها نعم الراتب أعلى مقاربة قريبة من خبرته في العمل، ولكن يطلع عندنا شنو؟ إن هناك العمل جدا ساعاته طويلة أكثر. فهني كأنما اسأل مجرب، اسأل وجرب وخذ خبرات من الناس، تتقص عن الشيء قبل أن تدخل فيه 100%. مهما كان الشيء اللي أنت ناوي عليه في الفترة القادمة تحقيقه سهل متوفر لأنه موجود، هو أحد هاي الأكواب السبعة، تحقيقه سهل، ولكن عاين كل كوب. كأنما خذ قضمة من كل نوع من الحلويات عشان تتأكد ان انت اخترت النوع الافضل اللي يمشي مع ذوقك. هذا من الناحية العملية. خلينا ننتقل للقراءة العاطفية، واخر شيء بنشوف طاقة المنفصلين. القراءة العاطفية عندكم شخص مستعد انه يحاول مرة اخرى، اكثر جدية في الرغبة في الارتباط، لان نبتدي هني القراءة العاطفية بكارت أميرة السيوف. وعندنا شخص مستعد انه يحاول يعطي الموضوع كرة اخرى. لحد الآن يمكن أنت مفكر برج الجدي إنه كأنما لما نشوف هني كارت الموت، أنت مفكر العلاقة معاه ما لها أمل، إن العلاقة معاه وصلت إلى طريق مسدود. ولكن عندنا شخص هني، خصوصا إذا كان برج مائي أو هوائي، عندنا أيضا حمل، عقرب، حوت، سرطان، والأبراج الهوائية تعرفونها، جدا مستعد إنه يحاول، نفسه طويل بغض النظر شلون انتهت العلاقة، بغض النظر عن نوع المشاكل اللي قاعدة تصير، لحد الآن نفسه جدا طويل في العلاقة والجدية قائمة أيضا في العلاقة. أوكي، هاي الكارت قاعد يقول لي against all odds، بغض النظر عن كل الظروف وكل الاحتمالات، لحد الآن عنده تمسك فيك. ولكن في نفس الوقت ما ننسى أخطائك ولا أخطائه. لما نشوف هني كرت ملك الأكواب مع كرت الساحر، مستعد انه يعطي العلاقة جو ثاني، دفعة ثانية، تجربة أخرى، زين يرجع العلاقة، يرد يحاول، يرد يعطي نفسه ويعطيك أيضا فرصة. ولكن جدا صعب بالنسبة له انه ينسى الماضي،
جدا صعب. يعني مثلا لو انت اخطأت حتى لو شيء بسيط، حتى لو لما تشوف طاقة الماي معناته يمكن خطأ غير مقصود، تقصير غير مقصود من جانبك انت، هذا الشخص جدا شاطر بان يتذكره، ممكن يكون جوزاء، الجوزاء ما ينسون بسرعة. اوكي، ممكن يكون عقرب، العقرب ايضا ما ينسون بسرعة. زين، فعندنا شخص لحد الان يتحسس من الاخطاء المتكررة من قبلك ومن قبله، فمستعد يحاول، ولكن لو شاف، هو قاعد يقول لي كذي، لو شاف ان العلاقة راح ترد تمشي بالطريقة القديمة، الطريقة اللي تسببت بان الموضوع بينكم يتوقف او ينتهي او يتعسر، عندنا شخص مستعد مرة ثانية، مثل ما انه مستعد يحاول، مستعد يرد ينسحب. طاقة جدا متناقضة، شلون ممكن يكون الشخص مستعد يستثمر بكامل قوته وايضا مستعد ينسحب بكامل قوته؟ يعتمد على المؤشرات اللي انت تعطيها يا برج الجدي. هل هني كأنه ما قاعد يسأل نفسه هل فعلا يستطيع يتغير؟ هل فعلا يستطيع ان احنا نغير مصير العلاقة؟ من جانبه هو اذا كان في طرف ثالث، اذا في تقصير، مستعد انه يشتغل عليه يحسن من نفسه، ولكن راح يكون ايضا عنده شروط، راح يكون عنده شروط، عنده نوع من النضج، مستعد انه ينهي الخيانات، التلاعب، الطرف الثالث. هذا كرت برج الدلو، هذا كرت برج العقرب، هذا كرت برج الحمل، مستعد انه ينهي هذه الابراج، مستعد انه عندهم استعداد انه ينهون الشيء اللي هم كانوا غلطانين فيه، ولكن الشيء اللي انت ايضا كنت مقصر وغلطان فيه يطالبك، انما نوع من المطالبة، مواجهة، ان انت ايضا اصلح الشيء اللي من صوبك. انا راح مثلا من جانبي انهى الطرف الثالث، او اواجه اهلي، انت ايضا مطلوب منك ان يكون عندك نوع من المواجهة. هذا الشخص مستعد انه يتخلص، الحمد لله وصل الى، شوفوا القراءة ممكن تكون عكسية، الشخص انت او اخوة من اللي عند الطرف الثالث، معناته الكلام موجه له. هني عندنا شخص مستعد انه واخيرا حاليا ينهي وجود الطرف الثالث في حياته ويكون اكثر جدية. انزين، شريككم في الوقت الحالي احسه مو مستعجل على الزواج، عنده طاقة ناضجة جدا ولكن مو مستعجل على الزواج، عنده قادم في حياتك وعنده هدف، عنده ورقة وقلم ومسجل ايضا، يريد ان يسجل ويراقب العلاقة وهو ايضا فيها. عرفتوا قصدي؟ يريد ان يراقب ان هل فعلا بيننا توافق، هل فعلا نستطيع ان نتغير ولا لا، قبل ان يدخل في هاي النوع من الارتباط، او قبل ان يعطيكم وعود في الفترة القادمة. ما اشوف انه راح يكون فيه الكثير من الوعود، كثر ما انه بيكون من صوبه، من جانبه هو فيه جاجمنت، حكم على العلاقة، عنده اشتياق ايضا، عنده حنين كبير، ينتظر منك اما ان يسمع صوتك او ان يرى صورتك. عندكم أشخاص هني يريد سماع الصوت، يريد أن يتحدث معك، اشتاق للأحاديث معك، السوالف، وفي نفس الوقت الصورة، يريد أن يراك في مكان، كأنما يتخيل نفسه في الوقت الماضي. هذا اللي أريد أخبركم إياه برج الجدي، في الوقت الماضي لما كان يرى أي شخص يشابهك في شكله، في ملامحه، في عطره، في كلامه، في وظيفته، حتى وشخص بنفس الاسم في وظيفة ايضا مقاربة، يفز قلبه، يصير عنده حنين. فعنده للامانة تحليلي العام لهذا الوضع بينكم خلال شهر فبراير، انه راح يكون موجود، يريد ان يعمل على العلاقة، ولكن في نفس الوقت راح يكون نوعا ما ديتاجت، عند طاقة برج الابراج الهوائية، اللي يكون نوعا ما حيادي على كثر الاشتياق اللي عنده، يريد ان يعرف ان هاي العلاقة ممكن يكون لها مستقبل، مو فقط حب على ورق. زين، لا، يكون فعلا، يكون يطلع منها نتيجة عملية، نستطيع ان نبني مع بعض بدون ان يكون بيننا مشاكل كل يوم. عندكم شخص سئم من كثرة المشاكل او كثرة الانفصال، يريد ان يعطي الموضوع محاولة اخرى، اوكي، ويتمنى ان يراكم في حتى مكان عام. خلينا نشوف الحين شنو يا منفصلين، شنو اكثر الابراج اللي انتم
الاحتمال يكون في رجوع خلال شهر فبراير معكم. نشوف احنا، لان مو الكل راح يصير عنده رجوع، فخلى نضيق الاحتمالات ونكون دقيقين اكثر في الاجوبة. برج الجدي، اغلب الاحتمالات ان يكون في رجوع لشخص من الماضي، ولكن من اي برج؟ قاعدة اشوف هني ان من الابراج المائية، الابراج الهوائية، عقرب، سرطان، حوت، راح يكون في احتمال اكبر انه يكون في رجوع، يكون في استعداد ايضا، استعداد لتقديم شيء جديد في العلاقة. ولكن للامانة لما اشوف هذا كرت، كنت كرت الشيطان برج الجدي، لما اشوفه هني موجود في القراءة يقول لي ان مع الابراج المائية في احد راح يكون صعب بالنسبة له انه يترك الماضي حتى مع الرجوع. ولكن اذا ابراج هوائية راح يكون، شوفوا الابراج الهوائية اسهل بالنسبة لها انه تاخذ اجراءات قوية، انه تنهي شيء، انه تقرر شيء. فطاقة الهواء، الابراج الهوائية راح يكون في معاهم رجوع، ولكن رجوع باجراءات قوية، اجراءات ناضجة، اجراءات جادة، ينهون الطرف الثالث، ينهون كذا كذا، يصيرون مستعدين للزواج. الابراج المائية راح يكون في محاولة للرجوع، كلام، اوكي، ولكن راح يظل الطرف الثالث او المشاكل المتعلقة بالماضي راح تظل موجودة معاكم. هذا كانت برج الحوت، جدي وحوت، قمر. هذا كارت هنا انقلب عندنا برج الميزان. اوكي، خلينا نشوف الحين النصيحة العامة للجدي. هابي هابي هابي، وقت الاحتفال برج الجدي راح يكون في قاعد الاحتفال في حياتك في الفترة القادمة. هذا الكرت ايضا يذكرك ان انت ما تنسى احتفالات اي شخص، اي اشخاص مقربين منك في الفترة القادمة. هكا كأنه ما تذكير، ان اذا حد عيد ميلاده قريب كن حريص ان تذكر اعياد ميلادهم. انزين، برج الحوت، يمكن انت نسيت عيد ميلاد احد، ان برج الحوت عيد ميلاده خلال تقريبا شهر 2. برج الدلو اللي قبلك، لا بعدك، ولكن قبلك في التاريخ، لا بعدك في التاريخ. زين، برج الدلو اذا شاركك من الابراج الهوائية، فهني عندنا شخص يريد ان يحتفل. change in the wind، وكارثة رقم 12 برج الجدي، النصيحة لك خلال هاي الشهر ان التنازلات من طرف واحد ما تصلح، ما راح تأتي لك بنتيجة. نعم عندك هني شخص، حتى هني عندكم فرص وعندكم تنازلات، وعندكم راح تكون احد يتعاون معاكم، احد اخيرا يمكن كان عنيد صار اخيرا مستعد ان يتعاون معاكم، يتنازل، يفاوض، ولكن احرص ان انت ايضا في نفس الوقت تناسبه في الطاقة، انت ايضا مستعد تتنازل، انت ايضا مستعد تناقش، تساوم.